مباحثات سودانية أمريكية لتطوير القطاع المصرفي بالسودان. كشفت المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالخرطوم ليليس فرينو عن مباحثات لمسؤولين ببلادها مع الحكومة السودانية لخلق مجموعة عمل لتطوير القطاع المصرفي السوداني. وأعربت سفرينو الخميس عقب استماعها إلى تنوير من مدير فرع مصرف الادخار والتنمية بالفاشر محمد دوكا أحمد عن المشروعات والخدمات التي يقدمها فرع المصرف لمجتمع ولاية شمال دارفور. أعربت عن تقديرها لتلك الخدمات مؤكدة استعدادها للتعاون مع البنك لإنجاح المشاريع التي من شأنها المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي. وكان مدير فرع مصرف الادخار والتنمية قد أوضح في التنوير الذي قدمه لوفد السفارة الأمريكية أن فرع المصرف يعنى بتمويل المنتجين الفقراء وتطويرهم حتى يصلوا إلى مرحلة ريادة الأعمال، معددا المشروعات التي مولها فرع المصرف، منها تمويل الجمعيات الإنتاجية الزراعية والحيوانية وإجلاس الطلاب، مشيرا إلى ذلك إلى التعاون الجيد القائم بين العاملين بالادخار والمستفيدين. يعني أستاذ إمام، السفارة الأمريكية تتحرك وفق السياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية الحديث عن تطوير الاقتصاد المحلي، لكن هل يمكن يكون هذا مؤشر لانفتاح جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين السودان وأمريكا؟ سنام مشاكل السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية متعلق في هذا الجانب المصرفي، لأنه المعاناة التي يعانيها كثير من السودانيين في المعاملات المصرفية الخارجية نتيجة لما يعرف بالمقاطعة الأمريكية على السودان، وهذه العقوبات التي فرضت في 1997 على الرغم من أنها يعني رفعت في أكتوبر 2017 إلا أن تأثيرها الإيجابي لم يظهر بعد، لأنها تداخلت مع أمر آخر ألا وهو دخول السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. لو ما خرج السودان، إذا لم يخرج السودان من هذا المحور المتعلق بالدول الراعية للإرهاب لنظل نعاني ونواجه هذه المشاكل المصرفية. السفارات عموما هي قد تعطي مؤشرات، لكنها مؤشرات ينبغي أخذها بحذر، لأن تصب أعمالها في جهات صانعة القرار، هي ليست بصانعة قرار، هي ممهدة لصناعة القرار، قد يعمل بما تراه أو لا يعمل، لكن المأمول أن مثل هذه المؤشرات تكون نتائجها طيبة لسبب بسيط جدا، ألا وهو اهتمام بعض الدوائر الأمريكية بالشرائح الفقيرة أو الضعيفة في المجتمع. فإن كانت هنالك أسباب وحيثيات لنقل هذه الشرائح من حالة الفقر والضعف إلى حالات أخرى، لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل جاهدة في تغيير بعض السياسات المتعلقة بالمعاملات المصرفية. نعم.